قصص عربية. الإعصار. قديماً خلف الجبال العالية والبحار الشاسعة عاشت في قصر رائع أميرة اسمها لدنا. اشتهرت بجمالها وكرمها، وجاء إليها رجال كثيرون يطلبون الزواج منها، وانتظروا في صفوف، وكان بعضهم حمقى. أحب مولاتي، أنا أوه رائعة. ما؟ ها؟ ومتغطرسين. النظافة ليست ممتازة. أظن الصحبة ليست ممتازة أيضاً. لنذهب. ماذا؟ الباب من هنا يا أمير. وداعاً. وأنواع أخرى. مولاتي، أريد أن أقول. يا إلهي لا. أريد زوجاً وأيضاً صديق، شخصاً يحبني ويحترمني خاصة في الصعاب. كادت تفقد الأمل حتى قابلت الأميرة دوبرتاك. دوبرتاك كان طيباً ووسيماً ومتواضعاً جداً، وبقضاء الوقت معه انتشر الخبر بين الأمراء. لا، هذا خبر سيء. لا لا لا، لقد انتهى الأمر. لا، هي لن تختاره بعد. وبين من يطلبون يدها كان هناك شاب لم يكن أميراً أو حتى بشرياً. كان الإعصار قزم قوي وكان مستاه. لا، لا يمكن أن تختاره. أعرف ما سأفعلها. في يوم خرجت الأميرة مع صديقاتها. الأمير دوبرتاك رائع جداً. سوف تختارينه، أليس كذلك؟ ها حسناً، ربما. ها هي زوجتي المستقبلية الجميلة. لا، النجدة. الأميرة. هذا مرتفع جدا. أنت ملكي. لا، علينا إخبار الملك. والأمير دوبرتاك. أخذ الإعصار الأميرة لدنا بعيدا جدا عبر البحار والغابات، وأخيراً وصل لقصر كبير بيته، وترك لدنا لترتاح. أين أنا؟ في قصري يا أميرة. كانت تحدق في القزم عندما دخل من الباب. هذا أنا يا صار، وقريباً ستتزوجين بي. ماذا؟ نعم، حبي لك أكبر من حب أي شخص. لكنني لا أحبك، خطفتني وأخذتني من كل أحبائي. لا تهتم لأمري، هذا ليس حب، هذه أنانية. لا، أنا ألا أحبك فعلا. لن أتزوجك أبدا. صدم القزم بكلامها. كيف تجرؤين ستتزوجينني وأنا؟ ماذا؟ أين انعكاسي؟ كانت قبعة إخفاء، وعندما رأى الإعصار ما حدث خاف. لا، هيا هيا أمسكوها. لن يفعلوا. وأثناء هذا خرجت من الغرفة إلى الحديقة. هناك، لابد أنه المخرج. لكنها أدركت أنها محاصرة. القصر مبني أعلى جرف ومحاط بتلال عالية ووعرة. أولى، ماذا سأفعل؟ لن أفقد الأمل، دوبرتاك سيأتي إلي. وهكذا
ظلت لادنا في الحديقة واختفت بالقبعة السحرية وقررت الانتظار. مرت أيام ولادنا كانت تضايق الإعصار. أوهو. لا ابحث هناك وأنت هناك، متأكد أنها استمر هذا لأيام، وفي يوم يا سخيف حاول إمساكي. أتساءل أين هي؟ أمسكتك؟ لا. والآن سوف ماذا الآن؟ دوبرتك. إنها نهايتك دوبرتك. سوف هذا سيأتي بالغرض مؤقتا، أما أنت يا أمير. طار الإعصار في الهواء ودوبرتك كان ينتظر القزم الشرير. لكن كيف وصل دوبرتك إلى هنا؟ إذن لنعد في الزمن. عندما تم إبلاغ الملك والأمير باختفاء الأميرة، غضب دوبرتك كثيرا وعلى الفور قرر إيجادها. سافر لأيام وليالي وبحث عن أدلة لكن لم يجد. يا لادنا، كان علي أن أحميك. سأقضي الليلة هنا. هذا يبدو مريحا. سأقوم ب أهلا، من تكون؟ اندهش دوبرتك لرؤية حصان طائر بين الشجيرات. من تكونين؟ حسنا، أولا هذه وقاحة، وأيضا سألتك أولا. أنا آسف، أنا الأمير دوبرتك وأنت. حسنا، إذا اسمي باجي، والآن لما تنام على أجنحتي؟ أنا آسف، ظننتهما أوراق. أوراق؟ هل تقول إن جناحي الجميلين أوراق؟ البشر. آسف، أنت رائعة للغاية. أعرف هذا. إذن ماذا يفعل أمير بشري في هذا المكان؟ حسناً، أنا أخبر دوبرتك الحصان بكل شيء. القزم الشرير إعصار؟ إنه هو. حسناً، إنه مزعج. تعلم، سأساعده، لكن لا أعلم مدى شجاعتك. سأفعل أي شيء لحبيبتي لادنا. أتواجه عملاقاً؟ بالطبع. أين نذهب؟ للعملاق. إنه يحمي السيف الوحيد الذي يقطع لحية القزم، فلتهزمه. وصلنا. لن يجرؤ على إزعاجي. عانيت عملاقا حقيقيا؟ حسنا، سأنجح. سوف حسنا، فلتهدأ يا رورو. هذه أنا. أهلا بك. لحظة، ماذا؟ لكنه ظننت أنك قلت. كنت أمزح. عموما هذا رودولف أو رورو. رورو، دودو. أنا دوبرتك. أهلا رودولف. رورو، على دوبرتك أن يهزم إعصار، لذا هل تعطيه السيف؟ حقا، هذا يعني أنك ستنقذني. سوف أحضر السيف على الفور. ما الذي يعنيه ب إنقاذه؟ منذ سنوات خطف إعصار رو وتركه على الجزيرة، ولو حاول أحد سرقة السيف سيهرب لو رأى رو. توجد تعويذة عليه وتمنعه من مغادرة الجزيرة.
إنه مسكين، سأساعده. آه أنت طيب بالفعل. هو شجاع. هو السيف. ووجدت صخرة جميلة، تعلم من أجل الحظ. إنها جميلة لكن لما لا تبقيها يا رورو؟ فلتحتفظ بحظنا. حسناً، إذن سنغادر. وداعاً رورو. وداعاً رودولف. وهذا يعيدنا إلى هنا. يا خبر، ها هو. وأنا مستعد. ها، مستعد للهزيمة. أعد لدنا أيها الشرير. ها، قاتل الاثنان بضراوة شديدة. حاول دوبرتك أن يقص اللحية، لكن أزال بضع شعيرات بسبب قوة الإعصار. جبان، لن تهزمني أبداً. بل سنفعل يا سخيف الآن. أسرع دوبرتك وضرب اللحية بمنتهى القوة. لا، لحيتي، قوة قوتي. ظهري. بحث دوبرتك عن لادنا، بحث في كل مكان في القصر، وأخيراً الحديقة. لادنا، لادنا، أوه لا، ماذا؟ كانت لادنا غائبة عن الوعي بسبب القزم. لادنا، يا لادنا، ماذا فعل بك؟ لادنا، استيقظي. ما هذه الرائحة؟ أنا آسف. ماذا؟ دوبرتك؟ أنت هنا؟ لكن ماذا عن... هزمته وأنت في أمان، سنعود للمنزل. لحظة، من هذه؟ اسمي باجي يا مولاتي. أنت رائعة للغاية. لقد أحببتها. بعدها طارت بيجي، حملتهما وقيدت القزم. لم تعد إعصارا أبدا. انظرا، ها هو رودولف. ياه، لقد تحرر من اللعنة. وداعا رورو. وصلت بيجي للغابة وأنزلت الجميع. سنفترق هنا. شكراً لإنقاذ رورو، يعني الكثير. تحياتي يا بيجي، شكراً لك على مساعدتي كذلك. لا أحب الدموع، لكن لو احتجتني في أي شيء تعلم أين تجدني. وداعاً بيجي. افترقوا، ولكن أصبحوا أصدقاء مقربين. عاد دوبرتك ولدنا ومعهما إعصار، أعني القاضي، وسريعاً وصلوا للمملكة. فرح الجميع بعودة الزوجين. وتم حبس القزم للأبد. هذا يدعو للاحتفال. بالطبع، سنتزوج قبل أن يحدث شيء آخر. لن يحدث شيء. ولو حدث، سنواجهه معاً. تم زواج دوبرتك ولادنا، وكان احتفالاً ضخماً. وجدت لادنا الزوج والصديق، وعلمت أنه مهما كان الأمر سيكون دوماً معها وستكون معه. الورود والهدايا شيء جميل، لكن الحب يحتاج مجهوداً.
لو تغلبنا على الصعاب معا، لذا بالتأكيد كل علاقة نصنعها هي حب حقيقي وصداقة.